الواقع يقول أن السعودية لا تملك قرار نفسها، بالعكس تماما هي بلد يدار من الخارج. هو محمد بن سلمان ليس صاحب القرارات، ولكن هو الذي سرع وتيرة الأحداث. هناك يعني خطوات تخالف مبادئ الإسلام وتخالف الشريعة الإسلامية. يدركون أن هؤلاء لهم أتباع كثور ولهم معارف كثور وعندهم علاقات. كل سلطة لها رجال دين يبرر لها. السعودية الوجه الجديد، إلى أين يقود محمد بن سلمان السعودية؟ وماذا أبقى من دور للمؤسسة الدينية الرسمية؟ نزع سلطة هيئة الأمر بالمعروف وإطلاق العنان لهيئة الترفيه. في السعودية الجديدة وثائقي يأتيكم في الأوقات التالية.